السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. كنت بقرأ في كتاب كان واحد جابه من العراق في جامعة الأزهر، يعني كان بيدور يعني نقرأ فيه، اسمه ميزان الاعتدال الشيخ عباس فاضل الحسني ده، عباس ايه؟ فاضل الحسني. ما اعرفش كنا الكتاب. بقرأ في الكتاب، تمام؟ بقرأ في الكتاب يعني في بعض جملتين كده، يعني أحاديثه يعني حلوة يعني. يا حبيبي اسأل سؤالك باختصار، ما السؤال؟ بيقول مثلا: قال مولانا قدس الله سره. ايه السؤال يا اخي؟ فين الاحاديث؟ بيقول في الكتاب، بيقول مولانا مثلا سيدنا الشيخ كذا قدس الله سره. ما معنى قدس الله سره ده يا محمد؟ التقديس التطهير، لكن هذا الكلام في الحقيقة وإن قيل عن ابن تيمية وكتبه الناس عن ابن تيمية اصطلاح لم يكن على عهد الرسول وأصحابه. قدس الله روحه وقدس الله سره، قدس معنى طهر. لا قدست أمة لا يؤخذ لفقيرها من غنيها ولا لضعيفها من قويها، لا قدست لا طهرت. ده المعنى، معنى التقديس. وفي سؤال كمان، هو بيقول لك سيدنا علي كرم الله وجهه. انت زعلان ان ربنا كرم وجهه؟ لا انا بسألك، هو فعلا ربنا كرم الله وجهه يعني؟ ايه؟ هو ربنا كرم وجهه يعني؟ علي مبشر بالجنة وليس بمبشر. موشي. أول من أسلم أو ليس بأول من أسلم من الصبيان. أول من أسلم. هم بيقولون ذلك على أساس أنه لم يسجد لصنم قط، لكن احنا نقول يعني ما استعمل هذا الاصطلاح على عهد الرسول وأصحابه، كل يقال رضي الله عنهم. ايوه بارك الله تمام فيكم. تمام